مرحبا بكم مرة أخرى في سلسلة تكنولوجيا الترجمة، ومع الجزء الثاني للترجمة الآلية في برنامج مايكروسوفت وورد. تكلمنا في المرة السابقة عن مزايا برنامج مايكروسوفت وورد في الترجمة الآلية، وكيف أنه يفوق برنامج جوجل في بعض الجوانب في ترجمة النص. اليوم سأتكلم عن كيفية ترجمة مستند كامل في البرنامجين. نضغط على الخيار الثاني Documents، ترجمة مستند، ثم نختار الملف من الكمبيوتر. مثلا لو ضغطنا على هذا الملف ووضعناه في جوجل ترانزليت، سيقوم بترجمته بالضغط على كلمة ترجمة مباشرة في ثواني. وبالنظر إلى دقة الترجمة أو شكل الترجمة التي قدمها برنامج جوجل، سنرى أنه لم يحافظ على الأشكال والصور والتنسيق في الملف، وستضطر إلى نسخ هذه الترجمة وفتح مستند جديد ولصقها فيه والتخلي عن أي صور والتخلي عن أي تنسيق أو مزايا تنسيقية في املف. لو انتقلنا إلى برنامج مايكروسوفت وورد وطريقة عمله في الترجمة الآلية، لوجدنا أن هناك مميزات كثيرة بهذا البرنامج تفوق برنامج جوجل. هذا الملف الذي أمامنا لو أردنا أن نترجمه مرة واحدة، نذهب إلى ريفيو ثم ترانزليت، سيعطينا خيارين: Translate Selection كما تعلمنا من قبل، ترجمة فقرة أو صفحة داخل الملف، أو ترجمة Document، ترجمة مستند كامل. لو ضغطنا على مستند كامل سيعطينا خيارات إلى أي لغة تريدها، ثم نقول ترجمة، نضغط على ترجمة. الآن يقوم بالترجمة. الآن يقوم البرنامج بترجمة الملف كاملا. هذا هو الملف الذي استخدمناه في ترجمة جوجل، يحتوي على أشكال وتنسيق وجداول لم يحافظ عليها برنامج جوجل، بل ترجم النص. يتعين عليك أن تنسخه في ملف جديد. هنا هذا الملف يحتوي على العديد من الصور والأشكال والتنسيق والجداول. سيقوم برنامج مايكروسوفت وورد بنفس العمل الذي قام به جوجل، وإضافة على ذلك سيقوم بالمحافظة على الأشكال والصور والتنسيق كما هي في الملف الأصلي. الصور كما ترون، هذه الصور التي نقلها، والتنسيق والنصوص وألوانها كما هي، وجدول المحتويات إلكتروني كما هو، حتى العلامة المائية خلف الصفحة أحضرها وحافظ عليها، الجداول منسقة بطريقة كما هي في الأصل تماما، لا يفرق التنسيق كما هو في الملف الأصلي، والصور كما هي، والمزايا والخصائص الإلكترونية في الملف نقلت كما هي، على عكس جوجل الذي لم يحافظ على التنسيق. وإن لم نستفد من هذا البرنامج غير الحفاظ على الصور والتنسيق والجداول، لوفر كثيرا من الوقت أمام المترجم. وإضافة على التنسيق والأشكال والحفاظ عليها، يقدم برنامج مايكروسوفت وورد ترجمة قد تفوق برنامج جوجل في بعض الأحيان، لأنه يتبنى نفس المنهجية وتطور نفس التطور ومر بنفس المراحل التي مر بها برنامج جوجل ترانزليت. وشكرا لكم.